الفائدة في البنك التقليدي هي نتاج قرض محرم، حيث يقوم البنك التقليدي بإقراض المتعامل مبلغاً على أن يسدده للبنك مقسطاً مع زيادة، أي مبادلة نقد بنقد أكثر منه يدفع مؤجلاً، وهذا هو الربا المحرم شرعاً. أما الربح في البنك الإسلامي فهو نتاج معاملة بيع أو تجارة أو استثمار. وعندما يكون نتاج معاملة بيع يقوم المصرف مثلا بتمويل سيارة بعقد مرابحة، حيث يشتري البنك السيارة من مالكها ثم يبيعها للعميل بثمن متفق عليه يدفع مقسطا، وبهذا يكون موضوع العقد سلعة وهي السيارة مقابل ثمن معلوم.